عافية بنت البقرة. لك سنان هاي شنو هاي؟ هاي بقرة عمو. كلش حلوة هاي والله. سنان هذا أخوك منين جبته؟ وين كنت مضيعة؟ أنت كلش كوميدي حج نعمان. عمو أنا شفت هاي مزرعة وصار بيناتنا إحساس قوي، فقلت خلي أشتريها أجيبها أربيها بالبيت. لك بابا التشبيك تخبلت؟ العالم تربي كلاب تربي بزازين، انت جايب لي بقره؟ لا 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 تقول هيك يا اخويا، لا تقول. باوع ما دام ست حسنيه تربي سنان بالبيت اكيد يعني هم تقدر تربي هاي. طبعا باع لحالك باع. لا تتخبل الله يخليك، هاي ما يصير تربيها بالبيت، هاي خذها هناك وديها الفت بستان حطها هناك. لا عمو ما اقدر اعوفها. ليش ما تقدر تعوفها؟ لا عمو مو خطيه، مريضه. مريض؟ ايش بيه؟ خطيه. هاي البقرة بمعدتها اكو فد مادة غريبة، لذلك يدها تتوجع، وهاي المادة لازم نطلعها، يعني لازم نسوي لها عملية، والعملية تكلف 5 ملايين، وعلى وايد اذا تساعدوني حتى اسوي لها العملية. اخوي انا اقول انت سوي لك جمعية خيرية احسن لك، يا دوب تجمع حلقة فلوس. اي واني هم اجي اغني بالجمعية، ماكو داعي على الفلوس عيني. ويلي اخوي سنان، باع هاي شمالتك سويتها بالمكتب وسختها، شلون يصير هيك؟ يا ابو سويتها هذه، خلنا اشوف. الله لك ده شوفه. لا هذا تخبر رسمي، اول مره اشوفه بحياتي واحد يتونس من بقره تسويها. كلش فرحان شوفه. بلكي يجمعهم ويسوي بهم شي عمو نوري، على مود هاي فرحان. اي هالايام كل شي صار غالي، يجوز قاعد يجمع الفضلات حتى يبيعهم. لك ايش قاعد تسوي؟ عمو انا دا ادور على هاي الماده الغريبه اللي قلت لكم عليها، اللي موجعه معدتها للبقره، دا اشوف مطلعتها لو لا، بس مع الاسف ما طلعتها. ربي بس صبرني. هسا انا شو اسوي عمو؟ شو تسوي سوي، بس ما اريدك تعوفه هنا، افتهمت؟ يلا لعد انا راح اخذها اوديها على البيت هناك وراح اربيها. اوكي بنتي شو اسميك؟ خلي اسميك حسنيه. ايه يلا تعالي. شو حسنيه؟ يلا بنتي امشي امشي حبيبتي حسنيه. يلا سماها على اسم عمته غبي هذا.